السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي ومعاكم آلاء عامر. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة يا رب العالمين. النهاردة حبيت أبدأ معاكم الروتين، إن شاء الله هيكون سريع وبسيط جدا وهننجز فيه الوقت، وأكيد أي أم بتهيالي بتعمل زي كده بالظبط، مفيش اختلافات كتير ما بين حياتنا إلا لو حد بقى عنده مشاغل تانية أو سيدة بتشتغل أو أم بتشتغل. فطبعا ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب ويوفقنا لما يحب ويرضاه. النهاردة أنا بدأت اليوم بفطار الولادة العادي وعملت لهم الفشار، بعمله عادي في البيت خالص وبسيبه يبرد في الحلة، وبعد كده بنقله في كيس بلاستيك ياخدوه معاهم من المدرسة. هو أصلا بيتباع في المدرسة بالشكل ده، فبدل ما يشتروه أنا بعمله وهم نازلين وبياخدوه وبيتبسطوا جدا بيه. مثلا النهاردة هي اللي كانت طالباه ومروان مرضيش ياخد منه. المهم أنا دخلت على البيت وعلى المطبخ على طول أول ما رجعت لما وصلتهم لباص المدرسة، ما كانش فيه مواعين كتير بين الفطار، يعني حاجه بسيطه كده كانت في الحوض مطرح فطار الولاد وباباهم وكده. المهم انا هنا كنت مقطعه لنفسي بطاطس بالاله بتاعه البطاطس دي، حلوه جدا، او اداه هي عايزه اقول لكم مش يدويه، يعني ناس كتير سالتني عنها في الفيديو بتاع الاله الهوائيه. انا جايبها من محل ادوات منزليه عادي جدا بتاع موجود في الشارع، يعني عادي، هي اله بتاعه البطاطس الصوابع وحلوه جدا، كان سعرها ساعتها 125 جنيه، وممكن تلاقوها في متوفرة على فكرة في أماكن كتير. المهم أنا خدت البطاطس بقى بحب أقطعها بيها عشان بتبقى متساوية في الحجم، وعشان كمان البطاطس ملاقيش واحدة تخينة واحدة رفيعة، فواحدة تستوي والتانية لأ. المهم بنشفها بقى في أوضة المطبخ النظيفة دي بعد طبعا ما بغسلها كويس جدا وبنقعها شوية في مية، لأن ده بيساعد على أن النشا بتاعها ينزل منها. ولو في إمكانية وقت عندك أنك تنقعيها في شوية مية بخل هيبقى حلو جدا، بس ما تطوليش قوي في نقع الخل ده. المهم لازم تنشف كويس جدا قبل ما احطها في القلاية، لان النهاردة طبعا انا عايزة افطر بسرعة، وبصراحة كان نفسي قوي اكل البطاطس دي. احنا تقريبا كنا بنعملها يوميا الفترة اللي فاتت عشان كنا بنجرب المكنة كتير جدا، فتقريبا كنا بنعملها فطار وعشاء يعني. دخلها الجهاز وهظبطها الاول بعد ما سخنت الجهاز، طبعا هظبطها الاول على اول ربع ساعة في حرارة منخفضة شوية عشان تستوي، وفي اخر 10 دقايق تقريبا هرفع عليها النار عشان تتحمر بقى. طلعها هضيم وتنحتون من الجبال. قلت بقى اطلع البلكونه بسرعه، ان الدنيا فاضيه كده وتحسوا فيه هدوء الصبح، مفيش اطفال في البيوت، يعني ربنا يا رب يجيبهم بالسلامه كلهم في المدارس. الناس راحت اشغالها فتطير الدنيا كده هاديه ورايقه الصبح، وانا بحب قوي اشتغل بالنهار بدري قوي كده، يعني قبل صلاه الظهر بقى والزحمه بتاعه الظهر والدوشه والكلام ده كله. فقلت اخد حاجتي كده بتاعه التنظيف، لان كنت منظفه قدام باب الشقه وسايباهم عندها. اخدت المكنسه والجاروف واخدت كمان المساحه وهبدا انظف البلكونه، عشان انا كنت شايله منها المنشر لما نشرت عليه الملابس البيضة اللي احنا نقعناها المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات في الغسالة. فالبلكونة بقى قلت في فرصة ان هي فاضية النهاردة هتخل انظفها بسرعة، اكنسها وامسحها وارجع المنشر تاني مكانه، عشان ده المكان الثابت بتاعه اصلا. يعني هجاوبكم سريعا على الناس اللي كانت بتسألني عن المساحة الموب دي اللي معاها الاسبراي، انا جبتها منين؟ من العجمي، لان الناس كتير عايزه تعرف بتتباع فين. انا بصراحه انا لما جبتها مش انا اللي جبتها، اولا ثانيا ما جاتليش من العجمي، فماما لما جبتها لي من سنه تقريبا بالظبط جابتها من محل عندها هي ادوات منزليه عادي جدا، وبتهيألي دلوقتي بقى منتشر اكتر بكتير الحاجات دي، يعني في اي محل ادوات منزليه او حتى فتح الله قسم المنظفات وادوات النظافه وكده هتلاقوها بمنتهى السهوله. وكان سعرها ساعتها 175، لكن دلوقتي هتلاقوها ب 130 120، ممكن تلاقوها ب 90 جنيه كمان. اختلاف كتر الماركات اللي نزلت منها بتخلي فيه اسعار كتير قوي، فبالتالي اي حد بيقدر يشتريها من اي ماركه هو يفضلها ويحس ان هي متينه شويه وتقدر تستحمل معاه، لكن هي عمليه جدا وانا بستخدمها في كل الشقه عادي خالص. دخلت من البلكونه عشان اشوف البطاطس، بس ما شاء الله استوت ازاي من الربع ساعه الاولانيين اللي احنا حطيناهم على درجه حراره هاديه شويه. هقلبها تقلبتين ودخلتها على طول وحطيتها على حراره 200، لكن انا مش هسيبها ربع ساعه كاملين، هسيبها 10 دقائق بس، لان هي كانت اخدت لون حلو جدا بعد ال 10 دقائق، يعني اجمالي الوقت تقريبا 25 دقيقه استوت وكمان اتحمرت واخدت لون دهبي فاتح.
طبعا نوع البطاطس بتاعة التحمير هو اللي بيفرق جدا جدا في طعم البطاطس، عشان الناس اللي بتسأل طعمها احلى ولا المقلية، البطاطس بالذات طعمها احلى من المقلية، لكن في حاجات تانية كتير هتلاقي ان طعم المقلي احلى، فده بيرجع لان الغير صحي بصراحة طعمه حلو، فخلينا متفقين كده. لكن بما انك هتجيبيها وبتسألي عليها وقلبك على الاكل الصحي، فحاولي تتعودي على الطعم بتاعها. هي ما بتديش طعم وحش للاكل، لكن في اختلاف في طعم الاكل عن المقلي. يعني انت لما هتفضلي تاكلي من الصحي ده وتيجي تاكلي مقلي في مره، هتحسي ان انت بتاكلي حته بانيه ومعاها بق زيت، حته بانيه ومعاها بق زيت. يعني اللي بياكل صحي فعلا هيحس بالفرق في المقلي والغير المقلي، لكن اللي بياكل مقلي على طول خلاص مش حاسس، هو مش حاسس بطعم الزيت اصلا انه اتعود عليه. فالصحي بصراحة هو حلو جدا، وهتتعودي عليه مع الوقت مع كتر الانواع اللي بنبطل نقليها. المهم طبعا عايزة اقول لكم كل عام وانتم بخير يا رب العالمين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ربنا يعيده علينا يا رب العالمين، واحنا في اتم صحة واحسن حال، والعالم كله يكون في مستقبل افضل يا رب، ويزيح عننا اي شيء يزعجنا او يأذينا او يضايقنا، ويفرج همنا كلنا يا رب العالمين، ويرزقنا بالخير حيث كان. المهم احنا عايزين نحتفل بالمولد النبوي، مش الاحتفال التقليدي اللي الناس كلها عارفاه بقى، وان احنا نجيب بقى حلاوه الموسم وده يكون شاغلنا الشاغل، هنجيبها من انهي ماركه وهنجيب انواع ايه وهنجيب علف ولا هنجيب ملبن ولا المهم ان احنا نحتفل بيه كمولد نبوي شريف، نعرفه لاولادنا، نعرفه معنى المولد النبوي وتاريخه، ونحفظه للولاد، نحفظ اطفالنا اسم الرسول بالكامل عليه الصلاه والسلام، نعرفهم مين والدته اسمها ايه، باباه باسمه بالكامل ايه، خلف كام بنت، خلف كام ولد، وخلف وتزوج كام مره، اسماء زوجاته مين، مين الاول دخل في الاسلام بعديه، يعني نحفظهم السيره النبويه على الاقل، على الاقل الحاجات القصص البسيطه جدا اللي ممكن تكون سهله ودارجه على تفكيرهم حتى لو هم صغيرين، نقراها لهم او نحكيها لهم اي حاجه. في حاجات كتير شيقه، وفي حاجات كتير بتبقى ممتعه وسهله وبسيطه للطفل يتعلمها، حاجه من المبادئ والاخلاق بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام، وطبعا هي مكترها، فكلها حاجات لو مسكنا الاطفال كده عرفناهم المولد النبوي، وليه بنحتفل بالرسول عليه الصلاه والسلام، ليه بنفتكر اليوم ده، وليه هو يوم غالي علينا، فبدل ما نقعد نفكر في الحلاوه والعروسه والكلام ده كله، طبعا كلها حاجات حلوه وعاداتنا وتقاليدنا الجميله، لكن اقصد ناخد المعنى الحقيقي للمولد، مش الحاجات الشائعه والدارجه والاحتفال بغرض الاحتفال وخلاص. المهم كل عام وانتم بخير للمره الثانيه، وهنفضل نقولها كده لحد ما اليوم الجميل يجي. وناس كتير على فكره عندنا في اسكندريه الى الان بيوزعوا شربات احمر في اليوم المولد ده، ومقطعين عليه موز، مش عارفه انتوا عندكم في المحافظات كده ولا لا، بس انا السنه اللي فاتت بالظبط اليوم ده كنت نازله اجيب ولادي من الدار، ولقيت ناس كتير في الشارع ماشيه توزع، حتى وزعوا عليا انا اتكسفت اقول لهم لا، فطبعا اخدت. فالناس كلها كتير بتعمل كده في مناطق كتير في اسكندريه، وهي عاده الناس كلها بتحب تعملها، عندنا في اسكندريه مشهورين بيها جدا. المهم انا دخلت بقى على غرفه الولاد على طول، او اوضه ماسه بمعنى اصح، لان بتاعت مروان النهارده كانت متروقه سبحان الله، كان اول يوم ليه مدرسه بقى، يا رب يجعله عام سعيد عليه. وماسه امبارح كان اول يوم ليها، وانا بصور لكم الفيديو ده. المهم ماسه بقى اخدت الكوبايه دي، كان فيها شويه حلويات وسويتس وبالونات وحاجات كده، فاجئوهم بيها على الديسك بتاعهم كل واحد لما راح الفصل بتاعه. طبعا ماسه جونيور 1، ربنا يا رب يبارك في اولادكم جميعا، ويجعلهم دايما كل سنه في زياده من الخير والبركه والعمر والصحه وكل شيء تتمنوه كده، ربنا ينوله لكم واحسن وزياده يا رب. المهم بقى مروان النهارده اول يوم زي ما قلت لكم، اللي هو اللي انا بصور فيه ده اول يوم، اللي هو كان امبارح وانا بسجل لكم كده. المهم روق اوضته قبل ما ينزل، وكان صاحي بدري جدا بقى ومتحمس، فربنا يجعلها عام سعيد يا رب العالمين، ويعافيهم من كل سوء يا رب، ويرزقهم الخير كله. انا روقت المكتب ومسحت كده الحاجات اللي عليه وحطيتها لها تاني الماسة، وجيت هنا عند السراحة بتاعتها الصغنونة دي، حبيت ان انا برضو المعها لها لان عليها تراب شوية، وهي طبعا مش بحبهاش تنظف التراب، عشان لا قدر الله ما يكونش عندها استعداد لحساسية الصدر زي مروان، فبخليها برضو بعيدة عن التراب. الحاجات البسيطة لو حديها بخاخ واي فوطة تلمع بيها يكون احسن، لكن تنظيف عجاف لا، عشان التراب ما ينتشرش كده في وشها. المهم بقى انا لمعت لها، طبعا الايام الدراسه بصراحه انا اللي بعمل كل حاجه، ترويق الاوض ومسحها وتنظيفها وكده، ايام الاجازات لا بسيبهم يعملوا معايا شويه الحاجات اللي يقدروا عليها، لكن بالنسبه للدراسه انتوا عارفين اصلا الوقت ضيق ازاي، والمذاكره كفايه ان هما بيروحوا وييجوا وبيعملوا واجبهم وبيذاكروا، فاكيد مش هتقل عليهم، وقوموا نظفوا معايا بقى، وكل حد يهتم باوضته،
على قد ما يقدروا بيعملوا، لكن مش بضغط عليهم بصراحة. المهم بقى انا هنا كنت عايزة اوريكم الحاجات اللي سألتوني عليها في البوكس ده. بالنسبة للكريم بتاع ماسا والمنظم، المنظم ناس كتير قالت لي ده بتاع ايه، ده منظم عادي، في ناس حاطة فيه قليمة زي ما قلته او اي حاجة، لكن انا بصراحة استغليته ان انا احط فيه الفرش والمشط والتوك. والكريم ده بايو بلس برضو اتسألت عنه، ده كريم الماني بتاع الشعر وكان سعره 250 جنيه، بس بصراحة انا جبته في عرض، العرض ده كان من صيدلية، قطعة ومعاها التانية هدية، والتانية دي نفس الحجم ونفس كل حاجة، يعني 2 كريم بسعر واحد. فهو بصراحة غالي وكل حاجة، بس ممتاز وحلو قوي وطري للشعر كده، ومش بيدهنن ولا بيلزق ولا الكلام ده كله، فتقدروا تستخدموه كمان كدهان يومي بدون اي ازعاج خالص للشعر، ومناسب لجميع انواع الشعر، عشان برضو اتسألت هل ده للشعر الناعم ولا الخشن ولا المجعد، لكله. وفي منه الشامبو بتاعه وفي منه البلسم. الشامبو بصراحة انا لقيته ب350 جنيه، وكان معاه البلسم بتاعه هدية، فانا برضو استغليته جدا بصراحة الشامبو، ان انا اجيب حاجة بالسعر ده. يعني قولوا كريم الشعر ممكن يجيب غالي شوية مفيش مشكلة، لكن شامبو بيتغسل ويتشطف وما بيقعدش كتير في الشعر، فلا ما جبتهوش. انا جبت الكريم بتاعه بس، هو حلو جدا، بس انا جبته من صيدلية شكر اللي منتشرة جدا في العجمي، يعني مستولية عن العجمي صيدلية شكر دي، تقدروا تلاقوها وممكن تطلبوا بالتليفون كمان. المهم الحمد لله بقى نظفت المكنسة بتاعتي، كنت هقول غسالة بس هي مكنسة. انا الصبح بعد ما عملت شوية حاجات كده مسكت الكيس بتاعها من جوه، نظفته في البلكونة، في جوه كيس مقفول بره سور البلكونة كده، حطيته جوه كيس مقفول ونفضته كويس، وخدت الفلتر بتاعها غسلته ونشفته وحطيته مكانه، وابتديت ان انا اشتغل بالمكنسة ان انا انظف بيها الارض. وبصراحه ما بش بفرش لماسة الكفر السجاد عشان بيكعبلها. فانت لو كل يوم اولادك ينزلوا من المدرسه بالف سلامه يا رب، ادعي لهم دعوه حلوه من قلبك كده، وادعي كمان لاصدقائهم او لزملاتهم او الاطفال اللي زيهم. المهم لما تدعي لاولادك ادعي بالمجمل، بلاش ندعي لولادنا بس ونقتصرهم كده في الدعاء، لا حاولوا يخلوا دعائنا دايما جماعي، عشان باذن الله ربنا يستجيب، لان الدعاء بظهر الغيب لاي حد حتى لو ماشي في الشارع بيكون مستجاب باذن الله. فانت لو شفتي الاطفال رايحه مدارسهم في سكتك وماشيين مع مامتهم، او حتى رايحين لوحدهم او راكبين باص او ايا كان، ادعي لهم برضو لان هم اكيد زي ولادك، وفي نفس الوقت باذن الله الملائكه هتامن على دعائك وهتقول لك ولك بالمثل، فانت كده كانك دعيتي لغيرك ولنفسك في نفس الوقت او لاولادك في نفس الوقت. فخلوها عاده عندكم كده، اول ما توصلي ولادك ادعي لهم، وادعي لهم لكل اللي في المدرسه كمان، ان ربنا يحفظهم ويحميهم ويكفيهم شر طريقهم وهم راجعين يا رب. انا طبعا ولادي مدرستهم بعيده شويه او بيركبوا لها مسافه، فطبعا ببقى قلقانه جدا من السكه، فدايما بدعي لهم وهم بيركبوا ان ربنا يسلمهم وهم رايحين وهم راجعين. انا خلصت بقى الغرفه كده ودخلت عشان الم حاجتي عشان نازله الجيم. طبعا بقى احلى حاجه واكتر وقت سعيد بالنسبه لي ان انا اروح الجيم والولاد في المدرسه. نزلت على الساعه 11 كده وقعدت ساعه واحده تقريبا بس، او 11 الا ربع تقريبا كمان، يعني ما طولتش قوي، لكن الحمد لله. يعني المهم ان انا طلعت طاقه وحركت جسمي وبرضو غيرت جو، يعني الجيم ده بحسه كده كل حاجه في بعضها، رياضه مع تغيير جو مع كل حاجه. المهم بقى لما رجعت طبعا اخدت الشاور بتاعي وظبطت الدنيا وروقت كده حواليا شويه وشلت الهدوم، وفي حاجات حطيتها في الغساله، وطلعت الاكل اللي انا كنت هعمله. الفراخ دي كانت بتفك شويه بس ما لحقتش تفك للاخر، كانت كده 3 ارباع فكه. المهم قطعتها، هي 3 صدور كاملين، فانا كنت عايزه بصراحه اعملهم شيش طاووق، بس قلت لا بدل مشوي واعمل وكده، كده الولاد بيشيلوا الفلفل والبصل اللي انا بحطه في السيخ، فقلت هقطعها مكعبات زي الشيش بس اصغر شويه، وهنعمل اكله كده للحله الواحده سهله جدا جدا، تنجز معاكي الوقت وحلوه في نفس الوقت، وتقدري تعملي جنبيها سلطه ومش هتاخد معاكي وقت خالص، وبرده تقدروا تغيروا في الفراخ اللي انا بعملها دي وتحطوا مكانها لحمه او لحمه مفرومه او صدق حتى، بتبقى حلوه جدا، واي حاجه ممكن تخطر على بالكم، ممكن قطعة بانيه كبيرة مش لازم المكعبات دي. انا كده قطعتها وسايباها في مصفى اصلا عشان تصفي ميتها لو نزلت مية، وهلم طبعا كل الحاجات دي اغسلها والم المفرش وكله كده زي الفل. هنروح بقى على الرخامة
هنروح على البوتاجاز. حطيت سمنه في الحله وحطيت بقى الفراخ كلها تتحمر. بصوا هي هتتعمل بالرز بتاعها في نفس الحله بالشكل ده. طبعا الفراخ الاول لازم تفضلي تقلبيها عشان تاخد لون من كل الجهات، وهتلاقيها بقى نزلت ميتها، فضلي سايباها انا معليه النار لحد ما تبدا تدخل في تحمير او تبقى لونها ذهبي. بلاش تنشفوها قوي عشان ما تبقاش قاسيه كده على الاسنان. وتقدروا تقطعوها اصغر من كده على فكره، او حتى تفرموها كانها عصاج فراخ. حطيت بقى هنا معاها بصل، اول ما خدت لون دهبي فاتح كده الفراخ حطيت معاها بصل مفروم، يعني قولوا بصلايه كبيره لان انا هعمل كميه رز مش كبيره قوي، بس الفراخ هي اللي كانت كتير ومحتاجه بصل. البهارات بقى معايا ملح وفلفل اسمر رشه صغيره، ومعلقه صغيره زنجبيل بودره، ومعلقه كبيره من بهارات الكاري والبابريكا. ممكن تبدلوا ما بين الاتنين، يعني تكتروا البابريكا لو انتوا بتحبوا الرز لونه احمر، او تكتروا الكاري لو بتحبوا الرز اصفر شويه. انا بحب احط الاتنين عشان بيدي لون كده زي البرتقاني مثلا، وطعمهم في نفس الوقت حلو برضه. وممكن برضه تحطوا اي توابل ومنكهات انتوا عايزينها، يعني الاكله دي مفتوحه للجميع، اللي عايز يحط اي حاجه يحطها، عود قرفه، يحط ورق لورا وحبهان ومش عارفه ايه يحط. انا هنا حطيت كميه الرز بتاعتي بعد ما كل ده اتحمر والبصله كمان اتحمرت، نزلت بالرز هو كمان ياخد تقليبه، وبعد كده هبدا اشربه بالميه. الميه بتاعتي لازم تكون سخنه، ومره ونص ضعف كميه الرز مش مرتين، على حسب برضو بيبقى مكتوب ايه على ظهر الكيس بتاع الرز اللي انت بتستخدميه بياخد كميه ميه قد ايه. هسيبه بقى يغلي وهنقله على عين اهدى شويه عشان يستوي كده على مهله خالص. واول ما استوى بصوا بقى ما شاء الله بقى مفلفل وحلو جدا. انا طبعا كل ده بخلصه بسرعه عشان الولاد يجرعوا من المدرسه يلاقوا الاكل، حتى لو مش هياكلوا دلوقتي وشبعانين كده كده انا اكون مخلصه الاكل عشان ابقى فاضيه لمذاكرتهم والحاجات اللي اخدوها والكلام ده كله. بصوا بقى الرز ما شاء الله مفلفل وما لزقش ولا اي حاجه. انا وزعته في الطبق البايركس ده بحيث ان احنا كلنا ناكل مع بعض، وكنت عامله عصير جنبيه بسيط جدا، فهو دي الاكله بتاعتنا ما فيهاش اي افتكاسات. وحطيت جنبيه مخلل على فكره ساعه الاكل. ده كان عصير برتقال، هقدم الاكل والعصير شربناه بعد الغدا. فتعالوا بقى عشان نشوف ميسا النهارده اخدت ايه وهنذاكر لها، لان مروان النهارده اول يوم فراح لعب ورجع نام وكان تعبان جدا بقى من كتر اللعب هناك، والمفاجآت المدرسين عملوها لهم والكلام ده كله. الحمد لله اول يوم بيبقى لذيذ كده وجميل عشان نستعد بقى للي جاي، فربنا يا رب يكتب لهم الخير يا رب. يلا يا ميسو تعالي نعمل هوم ورك. بص بقى مسا اخدت ايه النهارده. دي الشنطه، مسا عندها مسابقه وعايزين نشجعها عشان تكسبها هي ومروان. مسابقه عن ايه؟ عن ايه يا مسا تعرفي؟ هي جايه تقولي تحدي. هو مش تحدي، هو بصوا مسابقه عن النبي عليه الصلاه والسلام عشان المولد النبوي. كل سنه المدرسه بتعملها، وان السنه دي بشكل جديد بصراحه واحلى من كل سنه. بصوا ما شاء الله جميله جدا جدا، اسئله واجوبه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، واللي هيحلها بيدخل مسابقه بيجاوبوه عليها تاني او بيسالوه فيها تاني وبياخد جوائز. وغالبا غالبا كل الاطفال بتاخد جوائز في المسابقه دي، بس طبعا المتميزين اكتر بياخدوا جوائز اكبر. شايفينها ما شاء الله جميله جدا، كلها اسئله عن حياه الرسول، فدي بتحفز الاطفال وتعرفهم السيره النبويه كلها. هنقراها مع بعض وهحاول اذكر لها شويه شويه لحد ما نوصل ليوم المسابقه، وغالبا المسابقه هتكون يوم الاحد. نعم دي مسابقة اسمها مش تحدي، اوكي؟ يوم الاحد. شفتي؟ ماشي ان شاء الله. خليها هنا عشان ما ننساش نحلها. تعالي نطلع بقى كل الحاجات اللي انت كنت شايلاها النهارده، ثقيلة جدا صح؟ صح ولا مش صح؟ صح. اهي كتب الوزارة كمان بتاعة العربي استلمتها النهارده، مكتبة ديسكفر، وده كتاب قيم واحترام الاخر استلمهم النهارده. طيب تعالي بقى انا هقرا لك وتحلي انت، او يعني نشوف عندنا ايه وتطلعي انت حاجتك. ماشي تعالي اقعدي بقى، انت واقفه كل ده بتعملي ايه؟ اوكي يلا تعالي اقعدي. سيري اشربي الاول. هصير ايه؟ اتفضلي. برتقال. برتقال.
كله على بقه واحد. يلا من فضلك يلا كله على بقه كده، يلا بسرعه عشان تبقي شطوره تستفيدي منه بسرعه. يلا ايه هيخففك من اي حاجه. يلا عايزه تبداي بايه النهارده؟ ماس. هو اصلا مفيش هوم ورك ماس، انت جايه عند الهوم ورك اللي مش موجود ولا ايه؟ ايه انجلش. نطلع الانجلش. ماشي. فايل لونه ازرق صح؟ الله، انت حله دول النهارده؟ لا النهارده مفيش تلوين. انا بصيت في الهوم ورك كله مفيهوش تلوين. انت حليتي دي في المدرسه؟ طب يلا تعرفي تحلي لوحدك ولا محتاجه مساعده؟ لا لا هاتي الكوبايه بس معلش عشان هتتقلب على الحاجه، خديها بعيد بس. دي اسمها ايه؟ لا انا ما اعرفش حاجه خالص. لا بتاع اسمها ايه؟ انا برضو ما اعرفش. انت فكري مع نفسك وجاوبي، وفي الاخر لما نلاقي حاجات كتيره محتاجه مساعده هنحلها مع بعض. يلا يلا خلي حاجتك قدامك اهي. اعمل كده؟ يس. عجبك؟ حاضر ان شاء الله. على فكره انا لقيت لك هوم ورك ماس، انت شطوره. انا اللي اسفه، انت طلعتي صح وانا اللي غلطان. نعمله بعد الانجليش. مش هو ده الماس احمر صح؟ معرفش. ما حفظتيهمش لسه تقريبا. ماشي اوكي، هنطلعه لما تخلصي لي العربي. جوز بيشجعني. طيب شاطر، كل ما تعملي هوم ورك وكل يوم اجيب لك حاجه تشجعك بس تكون مفيده مش اي حاجه. فكري بقى في اللي انت مش عارفاها. ها ايوه قلتي ايه؟ نو نو، قولي حاجه تانية كنت قريبه منها. ها نو نو، بصي لها كويس، بصي لها حاولي تفتكري. عصوري دماغك. وا 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 ايوه وا ش ممتازه برافو. واتش واتش وادي دي واتش نو دوري بقى دي فكري. اول يوم او تاني يوم وتالت يوم عايزه اقول لكم الماسه بالنسبه لها كانت مراجعه، فهم مدينها شيتات مراجعه كده بحيث انها تتذكر يعني المنهج بتاع السنه اللي فاتت عشان نبدا بقى على طول. وغالبا كده الترم الاولاني من جونيور 1 او اولى ابتدائي بيكون مشابه شويه لكي جي 2 يعني على اكبر حاجه بسيطه، لكن الترم التاني هو اللي بيكون فيه جد شويه ودروس بقى وحاجات اكبر على يعني ابتدائي بقى. فالحمد لله يعني انا يمكن خدت خبره شويه من مروان في ماسه، لكن مروان سبحان الله بقى السنه دي هو سنه رابعه والمنهج الجديد اللي لسه مش عارفين اوله من اخره ايه ولا امتحاناته هتبقى شكلها عامل ازاي، بس ربنا يا رب يكتب لهم الخير فيها. انا يعني مسلمه امري لله كده كده، يعني احنا مضطرين نعمل كده يعني ان احنا نسلم امرنا لله وللمنهج ولكل حاجه، مش في ايدينا حاجه نعملها ولا نغيرها، فاحنا ماشيين مع الماشي يعني مطرح ما المنهج مودينا احنا رايحين. فانا بدعي له بس ان هو يعني يقدر يستوعب ويقدر يتماشى مع المنهج الجديد، لان هو لسه ما ظهرش اي بيانات ليه خالص، لكن هو غالبا برضو ماشي مراجعات اليومين دول لحد ما الكتب الجديده نستلمها بالذات بتاعه الانجليش لان هي المنهج كله فيها. فباذن الله كده انا متفائله وان شاء الله ربنا هيعديه على خير. وقولوا لي برضه لو عندكم حد في جونيور 4 اي معلومه عنه او في سنه رابعه بتتصرفوا ازاي وبتعملوا ايه، لان انا فعلا لحد دلوقتي تايهه، انا مش عارفه هو هيعمل ايه وهنبدا في ايه. والمدرسين اصلا نفسهم المنهج بالنسبه لهم بيبقى جديد فبيذاكروه زينا بالظبط او زي الولاد بالظبط قبلها بيوم عشان يجوا يذاكروه لهم او يشرحوه لهم.
فيعني ربنا يكتب لنا الخير في كل خطوة هما بيخطوها. وبالنسبة لميسة بقى، هي سبتها تخلص الهوم ورك بتاعها. وبالنسبة للمذاكرة برضو، أنا ما بحبش أعتمد اعتماد كلي على المكافآت أثناء الدراسة، يعني مش قصاد كل حاجة بتعملها لازم أديها مكافأة عليها. لازم بمشي بالمكافأة بس في تقنين فيها، مش عمالة على بطال ومش كل حاجة، عشان ما تبقاش مبدأ أساسي زي ما هعمل زي ما هتكافئ. لأ، هو بتعمل عشان دي مصلحتها وعشان ده الصح وعشان تبقى حلوة وشطورة والكلام اللي احنا بنشجع بيه الأطفال ده بس. فربنا يكتب لهم الخير يا رب، وادعوا لأولادكم دايما زي ما اتفقنا كده مع بعض. تعالوا بقى، انا خلصت الواجب الحمد لله مع ماسة، ومروان زي ما قلت لكم كان نايم، رحت صحيته عشان يعرف ينام تاني بالليل، لان هو مش متعود ينام الظهر كده. بس طبعا اول يوم دراسة ده كان بالنسبة له متعب جدا. ودخلت على المطبخ. بصوا، انا هنا كنت عايزة اعمل اضاءة للمكان ده، انا حاطه له شريط ليد اهو، زوجي جابهولي بس ما كنتش لزقته تلزيق كلي، كنت حاطاه كده بس عشان اعرف اشوف الجهاز، لان طبعا لما بنزل تحت في الحامل الاضاءة بتقل شوية، فكنت حاطاه كده بلزق عادي خالص. فانا دلوقتي هلزقه معاكم بالدبل فيس، لان هو ده اللي انا بعتمد عليه في تلزيق اي شريط ليد انا بحب اركبه. ده كده تالت شريط ليد اركبه في المطبخ كله، في شريط مركباه فوق عند دولاب المطبخ، واحد تاني في الكوفي كورنر، فده تالت واحد، فتلاقوني كده عندي خبرة فيهم. الشريط الليد ده انا بس بيتجاب عادي من بتوع الكهربائيين او بتوع الكهرباء، بيتباع بالمتر، متر او مترين او ثلاثة والكلام ده. فانا قلت لزوجي هات لنا 2 متر، هو فعلا جاب لي 2 متر، ولازم تلزقي الاطراف بتاعته لان بتبقى مقطوعة واحتمال يكون فيها كهرباء لما توصليه بالكهرباء، فلازم تلزقيها بلزق. ده بالنسبة للدبل فيس. الاحمر اللي في ايديا ده بنجيبه من محلات اسمها اكسسوارات السيارات، مش كماليات السيارات، تمام؟ اكسسوارات يعني فيها حاجات اكسسوارات، ما هيش حاجات اساسية للسيارة. فدايما هتلاقي عندهم بقى الحاجات دي والدواسة بتاعت العربية وحاجات كده اكسسوارات، يعني فاهمين ازاي؟ فاسأليهم على الدبل فيس ده، هتلاقي عندهم احجام رفيع وعريض شوية، والوسط زي اللي في ايديا ده. الرول اللي في ايديا ده ب25 جنيه، بيقعد معايا كتير قوي ما شاء الله، يعني بيكفي كذا حاجة. فانا هنا بلف الشريط ده داير ما يدور على طرف الرف من فوق، وما بشيلش الجزء الاحمر. الجزء الاحمر ده بشيله في الاخر خالص لما اكون هلزق خلاص الشريط الليد. انا عملت لكم فيديو مخصوص على فكرة قبل كده عن تركيب الشريط الليد، كان الفيديو ده مخصص للموضوع ده، بس هسيبه لكم لو حابين في الاي اللي هتظهر فوق دلوقت او في صندوق الوصف. انا لفيت الشريط داير ما يدور الرف كله، وابتديت اشيل الجزء الاحمر ده، لان كده خلاص انا عريت اللزقة التانية اللي هي المفروض الوجه التاني لللزق، فهمتوا ازاي؟ وهبدأ بقى احط الشريط الليد. انا طبعا المفروض ما اكونش مشغلاه او حاطاه في الكهرباء، بس اضطريت احطه لان انا مش شايفه هطلع بره ولا لا، فالاضاءه مسهله لي اني اشوف الشريط ماشي معايا مستقيم ولا معرج، فحطيته في الكهرباء عشان كده. لكن المفروض بصراحه محدش يمسكه وهو شغال بالشكل ده. هلزقه بقى داير ما يدور زي ما شفتوا كده لحد ما خلصته كله. الحمد لله ال2 متر كفوا المكان كله بالظبط. هرمي بقى كل ده، وهحط مفرمة القهوة او مطحنة القهوة، وهرجع كمان القلاية الهوائية مكانها. بالنسبة بقى للاسلاك والكهرباء، بصوا انا هوريكم الاختراع اللي زوجي عمله. بصوا انا كاتبة على الفيشة بتاعتها فراير، لان كمية الفيش اللي هتشوفوها دلوقتي كلها سودة وكلها شبه بعض وتلخبط الناس كلها. ده المشترك اللي زوجي عمله لي، هو مش مشترك بالمعنى المفهوم، ده عبارة عن كهرباء عادية جدا زي اللي في الحائط بتاعنا الثابتة اللي تستحمل اي جهاز تحطيه مباشرة. لكن هو عمله كوبس اضافي كده بالشكل ده، وعمله على ايديه على فكرة، يعني اشترى الوشوش بتاعت الكوبس من فينوس، عربيات فينوس المتنقلة دي، وهو قفلها على ايديه يدوي، فهي كده هو اللي مقفلها بصراحة، ربنا يديه الصحة يا رب والعافية. فهو اللي عملها بالشكل ده، وعملها لي 4 عيون عشان تاخد معايا اكتر من جهاز في نفس الوقت، وكده انا ما مش هخاف خالص الكهرباء بقى تعلى والفولت يعلى او اسمه ايه ده الوات بتاع الاجهزة يكون كتير عليها، لا هتكون امنة باذن الله جدا جدا. هنا انا حطيت الشريطين الليد في الكهرباء عشان دول هيكونوا منورين طول الوقت، والفيش اللي انتوا شفتوها واحد كاتب عليه، كل واحد كاتب عليه اسمه بتاع الكوفي والكاتل وكمان المايكرويف والفراير او القلاية اللي انتوا شفتوها دي.
كل ده عشان اميزهم من بعض. انا كده خلصت، وبعد ما خلصت بقى انا جهزت الولاد ونزلنا، لان ميسا كان عندها دكتور اسنان. اتفاجئت اليوم ده بان ضرسها في خراج جنبيه كده، في كوره صغنونه قوي بس منفوخه، قلقتني جدا جدا. طبعا عرفت ان هي خراج، فما رضيتش اجي جنبها خالص، خدتها بسرعه عند الدكتور عشان يخلع لها ضرسها، وهيركب لها باذن الله حافظ مكان مكانها. فدي برضو كانت اول خلع ضرس الماسه، فالحمد لله على كل حال. الحمد لله انها جت في يوم عادي، ما هوش بقى يوم مسحوم بالدراسه بقى ودخلنا في المنهج والكلام ده كله. يا رب يكتب لكم الخير ليكم ولاولادكم. اشوفكم يا رب العالمين في فيديو جديد، ما تنسونيش بدعائكم الصالح، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.